فكرة كمان جديدة جدا، مش جديدة يعني، بس برضو فكرة من الأفكار اللي بتدر أكيد ربح مادي على النادي الأهلي بشكل عام، فكرة وجود 3 فروع لبنوك داخل فرع الشيخ زايد. كلمني بقى عن الفكرة، برضو جت منين، إيه الاستفادة المادية اللي النادي الأهلي هيحصل عليها من خلال وجود ال3 أفرع دول؟ طبعا في استفاده ماديه كبيره، وده اللي انا برضو حابب اتكلم فيه، انه احنا لما بنيجي نقول مثلا انشاءات او بنيجي نقول ده ملف انشاءات، احنا ملفات النادي كلها متداخله في بعض، يعني مفيش حاجه اسمها مثلا شق انشاءات وشق رياضي، مش حاجه لا هم منفصله. ليه بقى؟ لان هم بيصبوا في بعض. بدليل مثلا احنا بنيجي نتكلم عن الانشاءات، من شويه اتكلمنا على مدرج التتش بيخدم الفريق الاول، بيخدم الفرقه الرياضيه في النادي، ده منشات. صح، لكن بيصب فين في الاخر؟ اكيد فنيا، فنيا للفرقه الرياضيه. لما بنيجي نعمل مثلا مجمع زي مجمع البنوك ده في الشيخ زايد، المجمع ده 3 بنوك اتعملوا على مساحه ما كانتش كبيره، 600 متر، 200 مليون جنيه للنادي الاهلي منهم. فدي حاجه انت بالظبط، حاجه انت بتفيدك جدا. انت كل ما بتزود في منشات النادي، كل ما بتعمل صالات رياضيه جديده زي الشيخ زايد، مجمع البنوك في صاله جمباز بتتعمل دلوقتي تحت الانشاء حالا، صاله كاراتيه، سكواش، وان شاء الله مع مطلع العام القادم في الكوارتر الاولاني يعني في شهر 3 أو 4 هيكون الصالات دي باذن الله جاهزه كلها. دي بتزود اشتراكات النادي. طيب. يعني انت لو بتيجي تعمل صالات وتوزع فبالتالي انت يعني انتوا عاملين ارتباط كامل. طبعا شوف، انت بتبني ومجرد البناء ومجرد تبني لا وتدفع فلوس، لا انت كمان انت بتخدم الاعضاء. طبعا يعني بتعمل خدمات للاعضاء، يعني ده حقهم، يعني ده واجب مجلس الاداره تجاه اعضاء النادي، فده حق الاعضاء. انت توفر لهم كل سبل الراحه وكل السبل الخدميه والرياضيه لابنائهم وليهم في النادي الاهلي، فده دورك كمجلس اداره، فده احنا بنجري فيه على طول طول الوقت. وفي نفس الوقت انت ده بيجيب لك عائد استثماري، العائد ده ما هو بيفيد النادي الاهلي وبيفيد الفرقه الرياضيه وبيفيد فريق الكوره، يعني فاهم قصدي؟ يعني انت بيبقى عندك النادي الاهلي مدخل، احنا في الفتره بتاعتنا مدخلين اشتراكات فوق المليار، يعني 1.2 مليار. في فتره قد ايه يا دكتور؟ 3 سنين. 3 سنين. فانت عامله يعني، ما هو ده بيجي برضو من ايه؟ ان بيجي ان في تطوير في النادي، يعني من وجود من وقت وجود مجلس الاداره الحالي. بالظبط، في تطوير النادي بيتم في الجزيره، في مدينه نصر، في الشيخ زايد.